عسلامة، مرحبا بكم جميعا. محدثكم كريم بن نزار بن محمد الخلال، ذو 11 سنة، عضو في جمعية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بصفاقس STEM Association. جئت اليوم أحدثكم عن ولاية الحبيبة، عاصمة الجنوب وثاني أكبر المدن التونسية. اختلفت الروايات حول أصل تسمية مدينة صفاقس، لكن أشهرها ينسب الاسم إلى القائد الأمازيغي سيفاكس، أو يرجع إلى الكلمة الأمازيغية أسفاكس، وتعني المدينة المحصنة أو المدينة المحروسة. سور صفاقس هو أحد رموز المدينة، فهو الأقدم في المغرب العربي الكبير، كما أنه من أجمل الأسوار الإسلامية وأكملها، وقد حافظ عليه الأهالي منذ بنائه في القرن 9 ميلادي. ولسور المدينة 12 بابا يفضي كل منها إلى فضاء مختلف، منها السياسي ومنها الاقتصادي ومنها السكني. ويتوسط المدينة الجامع الكبير، كما يربط السور الجهة الساحلية بغابة صفاقس، ويعد البناء رمز الصمود ضد الغزوات، إذ جعل المدينة حصنا دفاعيا لا يقهر على مدى التاريخ. اشتهر صفاقسية بإتقانهم لفن الطبخ، ومن أشهر الأطباق المرقة بخبز الشعير، وهو طبق يرتكز أساسا على الأسماك، ولكل فصل سمكه يطبخ فيه دون غيره، حتى يحافظ السكان على الثروة السمكية ويستمتعوا بأقصى درجات الطعم الشهي لكل نوع.